السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام اخواني، بتمنى انكم صلوا على النبي، اذكر الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. يلي متابعني بيعرف انا بالنسبه لي وصلت هلا لكورس التجهيز، تمام، بجدول كورس التجهيز. ويلي متابعني جديد بتمنى منك اخي الكريم تروح على قائمه التشغيل، رح تطلع عندك هلا الصوره هون، وشاهد الفيديوهات القديمه اللي هو كورس غيار الريش، كورس الراحة، وهلأ حاليا نحن بكورس التجهيز. تابع معي هذا الفيديو ولا تكر من هذا الفيديو ولا ثاني، واللي ما اشترك اشترك، حطنا لايك وفعل زر الجرس، واهم شيء تعمل مشاركة لهذا الفيديو. طيب بالنسبة لخلطة البذور اللي انا بقدمها لطيوري بموسم التجهيز او بفترة التجهيز، الانبوز، بذر الكتان، بذر الفجل، باريلا، نيجر، وبري، حطها على الصورة هلا هون قدامكم. كيف أنا بتعامل مع طيوري بموسم التجهيز؟ شو أنا لازم أقدم لطيوري من مناقيع، من فيتامينات، من كالسيوم، من معادن، من خلطات، من خضروات، من فواكه؟ أنا كمبتدئ مثلا ما بعرف، تمام؟ ابن الشام عمل لك كورس وريحك من هذا الموضوع. قدم هذا الشيء، وأي طير لا قدر الله لا سمح الله بصيبه شيء تواصل معي على الماسنجر، تمام؟ هذا الكورس اللي عملته انا كامل متكامل من فيتامينات، من كالسيوم، من معادن، كل شيء بيحتاجه الطير موجود ضمن هذا الكورس. طيب بنروح للاسبوع الاول اللي هو حمام السباحه مع خل التفاح الطبيعي مع او منقوع الحلبه. طيب مثل ما انا وضحت بفيديو سابق، ممنوع تقدم انت مي بارده بالشتاء ولا بالصيف. ممنوع انا اروح ابي المي من الحنفيه واقدمها للطير، لازم يكون في عندي انا مي متواجده داخل الغرفه، تمام، بعبي قنينه وبخليها داخل الغرفه. لما اقدم للطير حمام السباحه بتكون من حراره الغرفه، ما بتكون المي بارده. حط حلقه باذنك، ممنوع تقدم حمام السباحه بالصيف او بالشتاء مي بارده. رقم 2، منقوع الحمص. ليش اخترت منقوع الحمص ابن الشام؟ لانه اللي متابعني بيعرف بموسم الراحة آخر منقوع كان هو منقوع الكركم، وبعد ما أنا أقدم الكركم لازم أقدم منقوع الحمص. ليش؟ لأنه منقوع الكركم بيقتل البكتيريا الضارة والنافعة داخل جسم الطير، أما منقوع الحمص بيرفع المناعة بجسم الطير وبيزود البكتيريا النافعة داخل جسم الطير. طيب رقم 3، ألا وهي الباتيه الجاهزة المصنعة اللي هي الإيك فود. الباتيه تقدم مرتين بالاسبوع. طيب اللي ما عنده باتيه، عندك انت الخلطه الا وهي عجينه التمر مع المكسرات. شو عندك اي نوع من المكسرات فيك تقدمها انت ضمن عجينه التمر، وموجوده عندي بالقناه، بس اكتب عجينه التمر ابن الشام، منقوع الكركم ابن الشام، الطريقه الصحيحه للتزاوج ابن الشام. اي سؤال بس حط انت قدام سؤالك بالبحث اسم قناتي، رح يطلع عندك باذن الله. طيب اما بالنسبه لرقم 5 اللي هي البذور المستنبته، اما خلطه البذور الاكسترا اللي عندك انت بتعملها بذور مستنبته، او بذور الحلبه بتعملها مستنبته. لانه ليش انا اخترتها مستنبته؟ لانه بتتضاعف فائدتها اكثر ما هي تكون عاديه او مقدمه كبذور عاديه. طيب الاسبوع الثاني، حمام السباحه مع خل التفاح الطبيعي او منقوع الحلبة حكينا عنه. رقم 2، منقوع الخروب 3 مرات بالاسبوع، يوم اي يوم لا، او 3 ايام متتالية. طيب ليش اخترت الخروب او منقوع الخروب؟ لانه بدفي جسم الطير. نحن داخلين بموسم التجهيز، فنحن عم نبلش نجهز ونهيئ جسم الطير، من ندعمه نحن بالمحفزات الجنسية، نحن ندفي جسم الطير، نحن نعطيه حتى فيتامينات لهذا الطير، بحاجة لفيتامينات، لكالسيوم، لمعادن، لبروتينات، لحتى نعود الطير، لحتى وقت نحن ندخل الطير على الانتاي، الذكر ندخله على الانتاي، الذكر جاهز والانتاي جاهزة لف العش، يخصب لنا ال4 بيضات أو ال5 بيضات بإذن الله. طيب رقم 3 اللي هي باتيه جاهزة الايك فود مرتين بالاسبوع، او البديل عنا يلي هي خلطة البروكلي مع التوم والبيض مع قشره، تمام، مع الجزر زائد الخس. هاي خلطة كاملة متكاملة
مليئة إن شاء الله تعالى بكل شيء بيحتاجه جسم الطير. رقم 50 بذور المستنبتة، تمام، اللي هي خلطة بذور الإكسترا أو بذور الحلبي، تمام. يعني لازم أنت كل أسبوع تعمل بذور مستنبتة لأنه إلى فوائد لا تعد ولا تحصى. واللي بده الطريقة موجودة عندي بالقناة، بس اكتب بالبحث بذور مستنبتة ابن الشام. طيب الأسبوع الثالث ألا وهو كمان كذلك الأمر حمام السباحة مع خل التفاح أو منقوع الحلبي. هلا ليش بدك تقول أنت ابن الشام اختار كل أسبوع بكل المواسم وبكل الأوقات مرة واحدة بالأسبوع، مثلا يعني 4 مرات بالشهر حمام السباحة؟ لأنه الطير بحاجة لحمام السباحة، حتى إذا كان بغير الريش يطلع من غير الريش، إذا كان بموسم الراحة ولا كان بموسم التجهيز ولا كان بموسم التزاوج، الطير بحاجة لحمام السباحة على طول. حمام السباحة له فوائد بجميع المواسم وجميع المراحل يلي بمر فيها الطير، عداك عن غيار الريش بيسرع بخروجه من غيار الريش. وإذا كان في لا سمح الله أي مشاكل أو أي أمراض أو أي قرصة بعوضة أو أي حبة بالرجل الطير، انت لما عم تقدم منقوع، انت لما عم تقدم حمام السباحه مع الخل، هذا الشيء كثير منيح كثير مفيد. واذا عم تقدم انت كمان منقوع الحلبه، كمان هذا الشيء كثير مفيد لريش الطير، لجسم الطير، لريحه الطير. اذا كان في موضوع فاش ما فاش، المهم قدم مره واحده بالاسبوع حمام السباحه. طيب رقم 2 الا وهي عصير البرتقال، 3 مرات بالاسبوع، 3 مرات بالأسبوع، يوم أي يوم لا، أو 3 أيام متتالية. ونحن بحاجة ندعم الطير بفيتامين سي بفصل الشتاء. طيب رقم 3 اللي هي الباتي الجاهز الإيك فود، 3 مرات بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، أو الخلطة البديلة عنا اللي هي الهندباء زائد ملفوف زائد دود القبابي زائد البيض أو عظام الحبار، يعني يا بيض مع قشره أو عظام الحبار. هذا الخليط بتكون بتخلطه كله مع بعض وبتقدمه لطيوره. رقم 5 اللي هي البذور المستنبتة، إما خلط بذور الأكسترا أو البذور الحلبي. طيب الأسبوع الرابع كمان كذلك الأمر حمام السباحة مع خل التفاح أو منقوع الحلبي. رقم 2 منقوع العسل والليمون زائد اكليل الجبل زائد زنجبيل زائد زعتر بري زائد ثوم. وهذا الفيديو موجود عندي بالقناة، رح تشوفوا هلا انتم الصورة قدام عينكم. قدموا هذا المنقوع ومن بعدها فرجوني تشوفكم كيف رح تصير باذن الله. طيب رقم 3 اللي هي باتيه جاهزة مرتين بالاسبوع، او البديل عن الباتيه اللي هي خلطة المكسرات مع العسل. يعني كمان هي الخلطة موجودة عندي بالقناة، بس اكتب بالبحث خلطة المكسرات مع العسل ابن الشام، رح تطلع عندك ان شاء الله الطريقة. رقم 5 اللي هي الأخيرة بذور مستنبتة اللي هي خلطة بذور الأكسترا أو بذور الحلبة. هذا هو كان فيديو لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون نال عجبكم، بتمنى ابن الشام عن حسن ظنكم، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.